مسابقة ولائية في لعبة السربان هي سبب تجمع هذا العدد من الأطفال، جاءوا من مختلف أحياء مدينة تيارت للاختبار فيما تعلموه في مركز بن ناصر منظم البطولة. اليوم رانا متواجدين بدار الثقافة، صباحا فترة صباحية كانت بطولة ولائية لحساب الذهني، كانت أجواء تنافسية جد رائعة، بحيث أنه المراتب الأولى الثلاث الأولى كانت متقاربة من حيث النتائج. المشاركون من أصناف عمرية مختلفة تميزهم الألوان على الطاولات والأسئلة الخاصة بكل صنف. كان من 60 مشارك، سينيور جونيور والبري، من أعمار مختلفة. المشترك أن لكل منهم معداد يحسب به العمليات التي تملى عليه. في ختام التظاهرة يستعرض الصغار ما تعلموه في المركز ضمن حفل فيه تكريم المتفوقين. شاركت ببطولة حساب الذهني، تحصلت على المرتبة الأولى. بطولة السوربان كانت بطولة رائعة، قدمها لنا مركز بن ناصر للذاكرة. الحساب الذهني بالمعداد أو السوربان مهارة مهمة تساعد الأطفال على تمدرس ناجح.